بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعني سلامي حبيبات قلبي دمانتين ميل ولي بأدونك جوكتان سلام آذي أدقي مبادنا هودي نسو مرينا بعد سلام نوحا إن الله يهكسو دواذا تشانل كينا مروي ستار كوكين إن إله سبحانه وتعالى راليها إني أهذا إن عافمات قبتنا إلهي إني جرجينا يا رحمن كعافمات كنا هيني سيادية إنت حنوسن الله عافية إنت دمتنا إله سبحانه وتعالى هاون حريستو أن جن الله إنه قد من حريستو على وضع دمنا يا سماها مركو دعاء مرو لي من أسكس الدعين مهم جدا ومرو هاي المام ولي يا كتجينا لدعاء لكن ما كتجاي دتك يقولنا عنا أي تعالى ذكر لي صقر ما ندعاء كون عدان عدان أذنك إني تعالى مدين دون إن شاء الله مرك حياكم الله وبياكم إن وجزاكم الله الفقير إن إني مهد علي أو إني دعي والله كما دالو إن بكس دضو وناك سناتهين مركا ولا لها أذيك أن أدعي سيد أدنى ملايقة كدعينا سو حاوايا أذاب أجر شقي سنوي مقرتين مركا دعوان لهن دعاء فوائد كذا أنا قرام أسكو دعين لهن يا ولي ممد أخائبك حياكم الله إن ما أنت أحاوى ذا سنجبيل واتمال دوي تولة إن فيديو جاء كهذا لا يوم حي هذا قفك يعني أنا داون سو وضاوضه فوائد كأي حمبار سنت هاي شنجبيشة واتا إنه قيري وإني سو قلنا يا قاب كأو استعمال إنسان قبل بروبيوت كأيو إذن كحملة كأي مشاكلات كأي مجالين ككجرو سيد محي هذا أسق الطبيب لهذين مركا وحاه سنة سنجبيل أفرش إيه قيان انت راح اقول سنة دقيره ما شاء الله تبارك الرحمن عجيب واي عجيب واي عجيب واي قف الله سبحانه وتعالى دو دراي واتا يان دحدي مخي هيدي ان سو غليناي مر دحدي انا حسستان رجينا قف فيديو غاس ان داونا بليز رات سو جنرال كو كجرا ان كدبتك حداي كو قسيس او باهنت هي سي او استعمالشو ان وحا واي دقيره كان غبدها او لو عاوناي ان مخي هيدي دنك اورك او رادسكا اها horta wax waliba waxa waay wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dawo kugu dara dawo ku noqonayso teeda kalena waxa waaye yaani in urki Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha bixiyo laakin dadaalka ma la diidano dadaalka ma la diidano hadda xanuun santaa baa ilaaj raadsataa dhaqtarka tagtaa Soomaaha marka sidii oo kale ta waay marka waxaan wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulka nooga soo saaray ee dawooyin inoo galiyay waaye anaga aan raadinaynin oo dhaqaatiirka daba carareyno oo hadana lacag badan aanan ka gelin xaqiiqatan gabdhaha oo Ilaahay dawo ugu daray ee maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala in ulada asaab bixiyay laakin dawadu ugu daray ee maanta urka haysto ee bahalkaan Ilaahay uu ku barakeeyay بين مني شجع قبله وحاجة كجنا لعجب بدن إيه كبحين أنت اخترتك أنت اخترتك العقد اللي جورتي يا ده جيرا إنه جرو ديسك رحية ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى دو وضر ما أنت وتاسع وحواي ما شاء الله وأيضا على شيء وبحدا الحمد لله ما هذا سله سبناتي كومنتي ضوا بك عرفتين قبلها قار قبلها قارنة وأكو أنا إلى سو حرير لأنك واتسابك سدو إله سبحانه وتعالى إن حالة ها ووجي هاي حتى هاي وحي يعني أبين إني جاي شيء جاي ماشة مطالع ووحي حاني إذا كجذنا معها قرينة إني طالع سماها مرك استعماله بحال كان عجيب ويا قبلها هذه وبدينهين قبلها هذه وبدينه وكسر علينا يا إله سبحانه وتعالى دو وقدر وإله كبرك فضل يا صرنا إله سبحانه وتعالى أسبناتي مرك إله سبحانه وتعالى كو حمدي كو شكري إلهي حنا قد لقى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله إلهي كو حمدي كو شكري أمر ولي بأم هاد نقو إلهي ها إنا قد لقى واي أنا وحا وحا واي قبلها حتى والله مرك إسوا عان مروا كوم هاد علينا يا أم دقيرها هات أم حيا بكالي تاني أيا قاع سبا شقي نوان كو عاوي أم حبة رشاتي وحا جنل كتب بحيا هات والله وحا عندها مهدا صدن إلهي سبناتي أنا وحا واي وحا كلاي هاي مجرتو إلهي أسائي هاللسي الحمد لله إن أنا واجب يقولها وحي أقاني وحي عن برتاي إنه محي هذا ولا عليه أكيد فائدة سيد والد كي بيقول صوت ربيعين إن محي هذا مركا ساسة تحي مركا دقيرها حدا يلسانينا عجيب وايد إني كيف فائدة نايا أبسو علينا إن عجلة بدن إللي بسو علية وايد يعني حقيقة سي أبايا شمساكين تقل عجها إيه كلام ذين أوقف فائدة ستان مركا وأنتوا حكوا هاي سنة دقيرة وحي تحي وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر ومحي هذه كو يطبان مر ومحال دها أو دقا يرأيه أما مسمار ما أحلى أني مكساري سومالي بس من مركة قارة وحان أركا وحان سومالي ما سوء محال دها أفكالي تقشيك داد إيسو قراي مركة وكاسا مسمار
ama dhageyara mismaar carabi waaye, laakiin soomaalida dadka qaarna way dhahaan. Marka ama dhageyara waaye, magaca kaleeto ma u aqaana aniga. Waa 11 xabo oo dhageyara ah iyo sanjabiil u baahannahay. Sanjabiilkana insha allah wax weyn uma baahnin, wax yara u baahannahay. Intaas u baahanahay sanjabiisha aad u yarta haaska badinina. Wax markay liini dhahana fawaayida inay xambaarsan tahay mush, yacni in la iska badiyo. Haddaa iska badiso bilcagsigeeda dhacaay dhibaataa la kulmaysaa, may garateen? Marka haddaa probiot ah haysato, haddaa ikfashin ah haysato, haddaa maxaa la dhahay mashaakilaadka oo ilmagaleenka ku dhaco dhan ah haysato, haddii maxay ahayd dhankan uur qaadista uurka ilaaha bixiyo, ilaaho intaa haysanin si rabbi raxmaan oo inta haysatan ulaadooda baa riyaal saalixiin uga dhig. Maxay ahayd marka dadaalaa wadnaa inay fahantaana rajaynayaan. Marka waxay tahay dhanka oo uur qaadista gabdhaha uurka kasoo daahay, haddaa tahay intaas bahalkan maasha allah tabaaraka raxmaan alaabtan way ku caawinaysaa, gurigaaga ka helaysaa, lacag badan ma joogto. Yaa sanjabiilka wax badan annaga kenya maasha allah oo fresh oo organiga nus dollar kanna sidoo kaleeta ma aqaan qiimihiis ma aqaan, laakiin muumaleynaya maxaa la dhahaa kiilidii hal dollar inay ka badanayso ka waran. Oo maxaa la dhahaa dad dhakhtarka daalay oo intaasoo sanna dhakhtar daba ordaay oo ilaahay dawo ugu daray, cajiib waay. Marka dhirta yaa la dhayalsanin, dad badan waxaa jira dhirta yacni ka qaba shoo ka qaba oo dhir hadday maqlaanba ma aqaana mayb waxay si qaldan u isticmaaleen ay ku xanuunsadeen oo dhir hadday maqlaanba xanaaqaayaba. Marka dhirta dhibaato kuma geysanaysa wadnahaaga iyo beerkaaga iyo kiliyahaagaba, laakiin dhakhtarka markaa u carareysa dawooyinkaas aa cunayso adeeg kugu maqan tahay. Taas inaa garataana rajaynaya. Wax waliba ilaahay dhulkan uu inooga soo saarayna isku dayno inaan bararno. Waxaan jeclaan lahaa dad badan oo Soomaaliya inay soo baxaan oo maxaa la dhahaa acshaabta la barto oo dadkeena looga faa'iideeyo. Xaqiiqatan acshaabta cajiib waaye, been ma inii sheegaayo. Marka annaga dhan kuu maxaa la dhahaa dibinawowiga qaato oo isticmaala allah inaga dhigo, ma garateen? Kaas wax ka fiican male dibinawowiga. Soo marka sanjabiishan jabkaasaa u baahan tahay. Marka waxaa sameyneynaa sanjabiisha kan ujeedaan bahalkan waxa oo lagu xaquuqo kaarootka iyo ad khudaarta waxay ahaataba a isticmaalaya akusoo xaquuqa. Haddaa rabtana waa jarjare, wax oo dhib e malahan. Haddaa rabto kal iyo mooyo kusoo tumo. Yacni dadka inaha waxaa taa wixii aa fahansiisid waa dii kalaa dhow su-aalaa soo laabanayso. Yaa marwa seen sameeyaa waaye. Marka mar waliba inaa dadka maxay ahayd siday tahaa wax ugu sheega aan jeclahay si su-aale yacni ay si igu soo laabanin, ma garateen? Fa marka waa soo hooleynaa kadibna waa isku soo laabanaynaa hadduu ilaahay subxaana watacaala ii saamixay tahay. Xabaaibii waa isku soo laabanay, waa taasaa sanjabiishii aaday u yar tahay. Intan waxaa ku haysanaa 11 xabo oo maxay ahayd dhegayarihii ah aynta ku haysanaa. Marka koobka saasaa ugu shubanaynaa insha allah. Biyo u baahannahay marka biyo oo maxay ahayd aa soo karkarisay ani hadda marka talka biyo iigu karkareen biyahaasaa isticmaala insha allah. Bismillah. Marka mar waliba marka wax samaysanaysaan xataa shaahida oo caafimaadka leh waxaa isku daydaa in aad daboosho, waayo haddaad daboolin kiiqaas ujeedaa ee baxaayo waxaa dhacaayo saliidii. Yacni wax waliba ilaah subxaana watacaala uu noo sameeyey dhegayaraha sanjabiilka saliidee haystaan. Soo marka saliidii oo fiicnayd ee caafimaadka ahayd jirkeena u baahnayda waxaa dhacaysa haddaada daboolin qiiqaas inay kaa raacdo ay kaa baxdo. Soo marka wax waliba markaa samaysato isku day inaad daboosho oo qiiqaas aa ku celiso, sida yani maxaa la dhahaa saliidahaas oo fawaa'idka leh aysan kaaga dhiman inaysan kaaga bixin, inay fahantaana rajaynaya. Marka tartiibtaada koobkaana oo maxaa la dhahaa aa isku qabanaysaa maalintii 2 koob subax iyo habeen, sonkorna ha ku darina. Ma aqaana ani mararka qaar fiidiyogan inaad dhammaysataan isku day, please su-aalaha qaar ay igu soo laabanaya xaqiiqatan anaa yaaba wax aan fiidiyoga ku sheegay amaanta dhan lagugu soo celinayo, waxaasna xaraam waaye dhibaa u arkaa. Marka wixii aan fiidiyoga ku jirin haa waa isoo weydiin kartaa, waa kaa baahitiraa, laakiin wixii fiidiyoga ku jira inaa isoo weydiisa wax fiican ma aha. Fiidiyoga waqti geli amba waqtiga iiga baxay, ma garateen? Marka waxaa sameyneysaa tartiibtaada subaxii iyo habeenkii aa isticmaalaysaa, ama cunto ka hor ama cunto kadib, sida aad jeceshaa, wax oo dhib e malahan. Yani sokortaa ka hadlaaye fiidiyoyo qaar oo waxaa jireen hadda dhegayarihii oo kale gabdhaha isoo wacaa abaa sokor maa ku dartay, ani sokor maa ku daray. Fiidiyoyo maba la daawanayo, waa jiijiida ama maxaa lagu dhahaya, maba daawan, wax yara kataawada waa kasoo tegay, anaa whatsappka la iigu imaanaya. Marka taas ma fiicna iska daaya, sonkorna kuma darin. Mar waliban waa inii sheega walaalayaalo, haddaa maxaa la dhahaa oo dhankan uurka ee tahay ama caado ee tahay wareer ama dhibaato ee dhanka ilmagaleynka tahay, bliis sokorta iska daaya. Mar waliba waa inii dhahaa sonkorta iska daaya. Qof dhan oo weynaa kusoo wacaayo wuxuu ku leeyahay markaa la talisa wax u sheegta maanta dhan wixii ani sokor ma deyn kari maxaa sameeyaahe
دين كريم حاهم حان حكو سمينا أنا ما أنت أكو إما أف ما كشرة تينا مايا وحد أنت كو جرى قف وينا تأنا أدي أجرت أدي واي قف أنا صو على وقت يوكو قلي ما أنت لأنه كل هذا أنا سكر من دين كريم هي هذا ده سكر دين كريم بس يعني إسكناف يا محاور رايدين يسام حال ده وكم عسان إيه هي وكم هي إيه دعيفة إيه المجالين كي عدي باتوين إيه هي إيه بروبيو ده يسام حاور ده هي ده دين كريم بنفط على جو أنك قاعد كريم ترتيب تاع مرك استرس سكر دين مال إسكفر يس يا مرك حواي بليز عارف ما كين كتحدر ولا حساب مرك اللي دوحة أنا قف دن أو وحس كده هاي كورن أو قف دن وهذا تايم كجليه وما أنت دن حالة ده وقت يجي كعنت العقل كوي دي سنين أسيل وجه الله هو عاوناي سعر يا دنا سكر مدي كريم حاسم يا داس ليه ليه وما هنا مرك قبل ده حد وحيران وحي عارف ما تقول جرى أي لا تقان والله قبل بدن أو حارك ما شاء الله تبارك الرحمن يعني سيد دلالة يعني إلهي إن دلال كودي وكو قولي وما انت عافمات كودي نكرو قاعدة تاس وحيتها إنا فيديوهي إني جاك سو سمي مرو مرو لي ويجعش فيديو سو سمي أنا هذا لكن حيتها وقتي أقير وقتي ما عرفت أقير إله سبحانه وتعالى وقتي حين نصي أني موفا إذيه محيه دي وحوة ناكسن أني يوسو بيو مركوا استعمال ساء ولي بحافي عن حتى بحشا إنا قاعدته وقتي قد ليق عادة ما تقانا وكوسو صعدة ليق عادة ما كوسو لويا يا أكتحي هذا بقى أور إسكبار magaratan ur iska bar hadaad ur aad qabin aad dreamays dhigaaga caadada inuu ku soo dhawyo waqtiga caadada baashan squat ma sha Allah tabaarak rahman en sidoo kale iska ilaaliyo waqtiyada oo maxaa la dhahaa ovulation ka ukumaha ay soo baxayaan oo top weight ka dhacaayo in waxyaabaha oo ukumaha korinaayo sida waxaan oo kale ama ukumaha oo fuuid u haysto ina isticmaashaan waqtigaas mar uu libro in sheega ha rajaynaya marka ilaahi dawo hayni ugu dar haajiyaha data oo haajigeeda uu ka maqan yahay waqti fiican aba haysta isku dabiibta magaratan yani ilaaj fiican aa ku qaadato marka wax waliba marka isticmaaleysaan bisinka u qabta quraanka ilaahi subhanahu wa ta'ala in ku dhiga xaqiiqda qofka quraanka ku dhiga maba dayacmaayo waxay ahaataba khair iyo barakee farxada ilaahi iniga rajaynaya allah in barakee bii wa ka sama insha allah inta yara in la hadlay waa daqiiqada yar saasi isku bedeleen marka hadaa malab haysato oo malabkaaga ogtahay boqolkiiba boqol inuu pure yahay oo maxshuush aanan ahayn malqaacada yarta haafkeeda ku darso laakiin ina iska dhaaftaa jiclaan lahaa si macaanka jirkaaga uu hilmaamo qeyr ibrahim farxad wajzaakumullahu janna wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu fi amaanillaah.